طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا فيكم، معكم محمد شناع. إن شاء الله راح نكون في هذا الفيديو بمراجعة سريعة لأول 3 محاضرات من مادة الفيرست، إن شاء الله بالتوفيق في امتحانكم. بالنسبة للمحاضرة الأولى فهي كانت مقدمة عن الأناتومي بشكل عام. حكينا إنه هو الأناتومي عبارة عن العلم اللي بندرس فيه الاستراكشرز الداخلية في الجسم بالإضافة لعلاقاتها ببعض. فهذا العلم الكبير في له فروع. شو هي هاي الفروع؟ الأول هو الإمبريولوجي اللي بدرس فيه أول 8 أسابيع من بعد إخصاب البويضة، تمام؟ فأول 8 أسابيع من الحياة يعني داخل بطن الأم بتكون هاي بدرسها بالإمبريولوجي. بعدين الديفلوبمنتال بيولوجي هي الكومبليت ديفلوبمنتال هيستوري من بداية إخصاب البويضة والفيرتلايزيشن لحد الوفاة، تمام؟ اللي بعدها هي السيل بيولوجي اللي بدرس فيها الخلية كيف تركيبها وكيف الفانكشن تبعها. اللي بعدها اللي هو الهيستولوجي اللي بدرس فيه التيشوز اللي هي مجموعة من الخلايا اللي محطوطة مع بعض واللي بتكون لها وظيفة موحدة، يعني أو هي سيميلر سيلز، يعني إبيثيليال سيلز مع إبيثيليال سيل مع إبيثيليال سيل، هذول بيعملوا تيشو. بدرسهم عن طريق الهيستولوجي باستخدام إيش؟ باستخدام الميكروسكوب. اللي بعديها اللي هي السكشنال أناتومي واللي بدرس فيها الأعضاء الداخلية الـ internal structure، بالإضافة يعني كل إشي بدرس شو تركيبه الداخلي، يعني الكبد لما بدي أشوفه من جوا بستعمل sectional anatomy أو بكون بدرس بالـ sectional anatomy، لأني ليش بستعمل فيه sections، بستعمل فيه مقاطع. اللي بعده هو الـ gross anatomy، gross يعني كبير، فأنا بشوف الأشياء بالعين المجردة بدون مايكروسكوب، تمام؟ اللي بعدها اللي هي systemic anatomy original anatomy. systemic anatomy بدرس فيها السيستمز بشكل منفصل، يعني بدرس تشريح الجهاز الهيكلي مثلا زي ما اخذنا بالمحاضرات تبعت الفيرست، او تشريح الجهاز الهضمي او تشريح الجهاز التنفسي وهكذا. عفوا. اما الريجنال اناتومي فبدرس فيها ايش؟ بناء على المناطق، يعني مثلا منطقة الصدر شو السيستمز الموجودة فيها، في عندي جهاز تنفسي، جهاز دوراني اللي هو القلب، عندي المريء موجود فيه وهكذا. هذا ريجن اناتومي اني بدرس ريجنز، اما السيستميك بدرس كل سيستم بشكل منفصل. اللي بعدها اللي هي سيرفس اناتومي اللي بستعمل فيها سيرفس ماركينجز، علامات خارجيه على الجسم بحيث توصلني للاشياء اللي موجوده في داخل الجسم. فمثلا بقدر احس هون الاسترنال انجل في منتصف الصدر، بعرف انه جنبها على اليمين وعلى الشمال عندي ايش؟ السكند انتركوستال سبيس اللي راح نحكي عنها لتحت يعني، تمام؟ او راح نحكي عنها بالاكزيال سكيلتون اكثر. بعديها عند الايمجينج اناتومي اللي بستعمل فيها التصوير، يعني تقنيات التصوير زي الاكس راي والسي تي والام ار اي عشان ادرس تركيبات الجسم الداخليه. واللي بعدها اللي هو الباثولوجيكال اناتومي، كلمه باثولوجي يعني ديزيز، تمام؟ علم الامراض، فانا بدرس فيها التغيرات على شكل الشيء اللي قاعد بدرسه، سواء تغيرات بالعين المجرده او تغيرات بالميكروسكوب، وهي التغيرات بتكون ايش؟ لها علاقه بالمرض، تمام؟ طيب اللي بعدها الليفلز اوف بودي اورجنايزيشن، بنعرف انه جسمنا مكون من ذرات، بعدين بتعمل لي مولكيولز، اتوم بتعمل مولكيولز، بعدين هاي المولكيولز بتعمل سيلز. السيلز لما تجتمع مع بعض السيلز المتشابهه بتعمل تيشو. اما الاورجن فهو تجمع لتيشوز مختلفه عن بعضها، يعني هون عندي ابيثيليال سيل مع ابيثيليال سيل مع ابيثيليال سيل مع ابيثيليال سيل، شو بيعملوا لي؟ ابيثيليال تيشو. بس الاورجن ما بيكون كلياته مكون من ابيثيليال تيشوز مجتمع مع بعض، بيكون ابيثيليال تيشو مع مسكولر تيشو مع نيرفس تيشو وهكذا. الاورجنز لما تجتمع مع بعض بتعمل لي سيستم، فمثلا عندي بالجهاز الهضمي المعده والامعاء والمريء وهاي الامور، تمام؟ وهذا السيستمات كلياتها لما تجتمع مع بعض بصير عندي ايش؟ اورجانيزم. كم سيستم عندي في جسم الانسان؟ عندي 11 سيستم، تمام؟ هاي النقطه هون. اللي بعديها الاناتوميكال تيرمينولوجي، شو في عندي مصطلحات خاصه بالاناتومي. اول اشي لما اجي ادرس اي جسم او لما ادرس جسم الانسان يعني، ففي عندي لازم يكون وضعيه مرجعيه، يعني انه بهاي الوضعيه انا بقدر اوصف شكل جسم الانسان. كيف هاي الوضعيه بتكون؟ انه الشخص يكون واقف على طوله كامل، ويعني ما يكون قاعد، ما يكون مستلقي يعني، تمام؟ 2 facing the observer يعني يكون بتطلع علي مباشره، بالاضافه الى انه الراس والعينين لازم يكونوا بتطلعوا للامام، يعني هو الجسم لازم يكون امام الاوبزرفر ولازم ايش يكون بتطلع لقدام، يعني لو هيك الاوبزرفر قدامه بس قاعد بتطلع على الشمال او على اليمين فهذا ببطل اناتوميكال بوزيشن. طيب بالنسبه لللور لمس والابر لمس، الابر لمس بيكونوا على الجهتين على اليمين وعلى الشمال ات ذا سايدز، والبالمز اللي هو كف اليد بيكون للامام، تمام؟ زي ما هو موجود في الصوره هون. بالنسبه لللور لمس فبيكونوا متوازيين على بعض، يعني ما بيكون
مثلا عامل فراغ بين رجليه، ولا بيكون ضامهم على بعض كثير. بالإضافة إيش؟ إنه الفيت آر فلات أون ذا فلور، يعني مش واقف على أطراف أصابعه ولا واقف على كعبه من ورا، وذي آر دايركتد فورورد، يعني مش مدخل رجليه لجوا أو مطلعهن لبرا. هاي الأناتوميكال بوزيشن، أي وحدة من هذول عبارة عن موضع سؤال، وغالبا بيجي إيش؟ which of the following is not among the anatomical position، وبتختاروا الجزئية الغلط، تمام؟ طيب اللي بعديها اللي هي البلينز والسكشنز. البلينز هي عبارة عن imaginary surface، تمام؟ يعني عبارة، لو هذا الرأس أنا برسم هيك يعني سطح وهمي، تمام؟ يعني زي كأنه هو دليلي إذا أنا بدي أقطع هذا الرأس وأخذ منه سكشن. فالبلينز هو الإيماجينري سيرفس، أما السكشن فهي النتيجة اللي بتصير بعد ما أنا أقطع الجسم، تمام؟ وراح يعني وشفنا كمان بالمحاضرات إنه مثلا في عندي صورة، بيكون صورة دماغ، صورة الدماغ بيكون مرات مقطوع هيك بالعرض، مرات مقطوع هيك بيكون بالطول، تمام؟ فالشكل اللي بعد القطع هذا الاشي المقطع يعني اسمه ايش؟ سكشن. السجيتال بلين او السجيتال سكشن بيكون بقسم الجسم الى رايت اند ليفت بارتس، يعني تمام. اذا كان من منتصف الجسم بالضبط فبسميه ميد سجيتال، اذا كان على طرف الجسم يعني بقسم لي اياها لان ايكوال بارتس بيكون بارا سجيتال. طيب اللي بعديه الكورونال سكشن، بقسم الجسم لجزء امامي وجزء خلفي، فبيكون هيك من الامام، تمام، على بهذا الشكل على الرأس، anterior و posterior، لجزئين anterior و posterior. اللي بعديها اللي هو الترانسفيرس، يعني هذا المقطع مثلا اللي هون من هذا الجسم هذا ترانسفيرس، لأنه إيش؟ جاي بالعرض على الجسم، فبقسم الجسم لجزء علوي وجزء سفلي. والأوبليك بيكون إيش؟ passes through an angle، يعني هذول كلياتهم بيكونوا بزاوية قائمة، مثلا هذا السجيتال والكورونال والترانسفيرس كلياتهم زاويتهم 90 أو مشتقات التسعين. أما الأوبليك شو بيكون؟ مثلا بيجي زي هيك مايل، تمام؟ فات باسز ثرو ذا انجل. بالنسبه للدايركشنال تيرمز، دايركشنال تيرمز زي ما انتم شايفين عندي بالصوره، اذا كان في اشي على سطح الجسم من فوق بسميه سوبرفيشال، اذا من الداخل بيكون ديب. بالنسبه للابسي لاترال والكونترا لاترال، اذا في شغلتين موجودين على نفس الجهه من الجسم بسميهن ابسي لاترال، اما اذا كانوا في جهات مختلفه يعني الايد الشمال مع الاجر اليمين فهي بتكون كونترا لاترال. وهنا في عندي أهم المصطلحات اللي بتهمني، يعني superior بتكون باتجاه الأعلى، inferior باتجاه الأسفل، lateral بعيدا عن الميد لاين، شايفين هذا الخط المنتصف في الجسم، كل ما بعدت بكون أنا بروح lateral، وكل ما قربت على الميد لاين بكون إيش؟ medial، تمام؟ يعني هاي من هنا هيك medial، سواء رحت لليمين بعيدا أو للشمال بعيدا فهاي بيكون lateral، تمام؟ الآن في كمان عندي إيش؟ proximal وdistal. شايفين هاي النقطة، هاي اسمها نقطة الاتاتشمنت، تمام، يعني اتاتشمنت اوف ذا ابر ليمب مع الترنك. فكل ما انا قربت على نقطة الاتاتشمنت بكون بروح بروكسيمال، كل ما بعدت عن نقطة الاتاتشمنت شو بس بكون بروح؟ بكون بروح ديستال، تمام. هاي اهم الشغلات اللي نكون عارفينها هون. واكيد مهم يعني ان نحكي انه الجزء الامامي كل ما رحت للامام بكون بسميه انتيرير، وكل ما رحت للخلف باتجاه الظهر بسميه ايش؟ بوستيرير. كمان بنسميها الانتيرير، شو بنسميها؟ بنسميها فنترال، اذا كنت واقف في الانتوميكال بوزيشن. فنترال يعني باتجاه البطن، اما بوستيرير هي ايش؟ بسميها كمان دورسال، يعني باتجاه الظهر. فنترال باتجاه البطن، دورسال باتجاه الظهر. هون بالنسبه للبادي كافيتيز، بادي كافيتيز شايفين هون استعملنا الدورسال واستعملنا ايش؟ الفنترال. الدورسال بادي كافيتيز اللي هم الكافيتيز الموجودات في الجزء الخلفي من الجسم، اللي هم منطقة الرأس والعمود الفقري من ورا. فالفراغ اللي جوا الرأس اللي موجود في الدماغ اسمه كرانيال كافيتي. مين اللي بيكونه؟ السكال، تمام، وشو بيكون موجود فيه؟ البرين. اما الفيرتبرال كافيتي اللي هي او الفيرتبرال كانال، فمين اللي بيعملها؟ اللي هو الفيرتبرال كولوم. شو اللي بيكون موجود فيها؟ السباينال كورد. وبرضه يعني مهم ننبه انه البرين محاط بالمننجيز، تمام، والسباينال كورد ايضا بيكون محاط بالمننجيز. المننجيز شو هي؟ اللي هي عباره عن طبقات حمايه بتكون على البرين بتغطيه 3 طبقات، وبتمتد ايضا هي لتحت باتجاه السباينال كورد. هاي الدورسال بادي كافيتيز. الفنترال بادي كافيتيز اللي هم التجويف الصدري والتجويف البطني والحوضي. التجويف الصدري بيكون above the diaphragm، أما التجويف البطني والحوضي بيكون below the diaphragm. خلينا نشوفها هون. شو هو الديافرام؟ اللي هو هاي عضلة الحجاب الحاجز، تمام، شايفينها.
اي اشي فوق الديافرام بيكون ضمن الثوراسيك كافيتي، الجوف الصدري، واي اشي تحتيه بيكون ايش ضمن الابدومينو بلفيك كافيتي. البلفيك كافيتي اللي هو هذا الجزء اللي في منطقه الحوض، والابدومينال كافيتي اللي هو هون بين الديافرام وبين البلفيك كافيتي. هاي الفنترال كافيتيز بتكون محاطه بسيروس ممبرين. السيروس ممبرين هذا هو عباره عن ايش؟ عباره عن غشاء مكون من طبقتين، طبقه ملامسه للعضو اللي بتحيط فيه مباشره، وطبقه بتكون ايش؟ على الحائط الخارجي للجسم او للكافيتي عفوا. فاذا كانت هاي اللنج عندي وهذا اللي هو جدار الصدر، فراح الاقي ايش؟ انه السيروس ممبرين في عندي جزء طبقه زي هيك، تمام، وفي عندي ايش؟ طبقه على الوول من جوا، تمام. فشوفوا زي كانها ايش؟ زي كانها الرئه احنا حطيناها في بالون. انت لو جبت بالون فيه مي وحطيت ايدك فيه راح يطلع عندك هذا الشكل، تمام. هاي اللنج هون جوا. فهذا اللي ملاصق لللنج شو بسميه؟ بسميه فيسيرال سيروس ممبرين. وهذا شو بسميه؟ بارايتال سيروس ممبرين، تمام. الفيسرال بيكون على الاورجن، اما البارايتال بيكون يحيط ايش؟ بيكون ببطن الحائط الداخلي يعني للكافيتي. شو اسم السيروس ممبرين اللي على اللنجز؟ اسمه بلورا. شو اسم اللي على الهارت؟ اسمه بيريكارديوم، وبيري معناها حول القلب، بيري وكارديوم حول القلب، وبيريتونيوم يعني حول البطن. فهاي بتحيط بالايش؟ بالابدومينال فيسيرا. الفيسيرا يعني او الاحشاء اللي موجوده في منطقه البطن. بالنسبه للابدومينال ريجنز اللي هي البطن، عشان اقدر اتعامل معه اثناء الفحص الطبي لازم اكون بقسمه لايش، وايضا اثناء التشريح يعني لازم اكون مقسمه لعده مناطق عشان يصير سهل اني اوصف المنطقه اللي هو موجود فيها، لانه البطن مساحه كبيره وبيحتوي على كثير اورجنز. فعندي اما بقسمه لتسع مناطق او اربع مناطق. لما بدي اقسمه لتسع مناطق انا بحتاج كم خط؟ بحتاج خطين عموديات وخطين افقيات، زي كاننا بنلعب ايش؟ اكس او. الخطين العموديات اول شيء بسميهم ميد كلافيكولار لاينز. ليش؟ لانهم بمروا في نقطه منتصف الكلافيكل، هاي عظمه الكلافيكل وهاي نقطه منتصفها، فبتكون ايش؟ بتمر من هون وبيكونوا ميديال للنيبلز اللي هم هون الحلامات اللي هون، تمام. الخطين الافقيات واحد بيكون تحت التنث كوستال كارتليج. هاي وين الكوستال كارتليج؟ شوفوا هاي الاضلاع، كلمه كوستال يعني اضلاع. فلما اوصل لهون للعاشر، العاشر هو اخر واحد له كوستال كارتليج هيك طالع لفوق، فالسب كوستال لاين وين بيكون؟ تحت الرب العاشر، تحت الكوستال كارتليج العاشر. يعني الرب هو هذا الجزء العظمي، والكوستال كارتليج اللي هو امتداد العظم بيكون مكون من غضاريف. اللي الثاني، الخط الثاني الافق اللي هو بيكون من تحت اللي اسمه ايش؟ ترانس توبيركولار لاين، بيكون بمر من ايش؟ من نقطه الاليك كريست اللي هي هاي المنطقه هون، بمر هيك وبروح على الإليك كريست الثاني اللي من الجهة المقابلة. فبصير عندي تسع مناطق. شو تسع مناطق؟ إبيجاستيك ريجن اللي هي هون اللي بالنص من فوق، تحتيها الأمبلاك ريجن اللي فيها السرة، وآخر إشي البيوبيك ريجن اللي بتكون في أسفل البطن من تحت. إبيجاستيك يعني فوق المعدة، فهي في منطقة ما فوق المعدة. على يمين وعلى شمال الإبيجاستيك عندي رايت هايبوكوندرياك وليفت هايبوكوندرياك. هايبوكوندرياك يعني تحت الغضاريف، تمام، هايبو تحت، كوندرياك الغضاريف. هذا الكارتليج هو الكوندرو او الكوندرياك اللي احنا بنحكي عنه هون، لانه هاي المناطق بتصير تحت الكوستال كارتليج. اللي جنب الامبلايك على اليمين وعلى الشمال هي الرايت لامبر ريجن والليفت لامبر ريجن، لانه ايش عندي؟ عند اللامبر فيرتبرا على مستواها، تمام. طيب، واخر شيء البيوبيك ريجن على اليمين وعلى الشمال عندي الرايت انجوينال والليفت انجوينال. هذول شو مالهم؟ اللي هم يعني المنطقة اللي عند الأقدام، منطقة اتصال القدم مع الجذع، مع جذع الجسم. فعندي على اليمين وعلى الشمال الرايت انجوانال والليفت انجوانال. بالنسبة لطريقة تقسيم الكوادرانتس فهم ترانسفيرس لاين وميد ساجيتال لاين، بستعمل هذول الخطين، خط أفقي وخط عمودي، والاثنين بمروا من ايش؟ من منطقة السرة. كيف تقسيمة التقسيم الرباعية؟ أنا صار عندي أربع مناطق، على اليمين وحدة علوية وحدة سفلية، وعلى الشمال وحدة علوية وحدة سفلية. فشو بسميهن؟ رايت ابر كوادرنت يعني الربع العلوي على اليمين، والربع العلوي على اليسار هنا ليفت ابر، والربع السفلي على اليمين اللي هو رايت لور كوادرنت، والربع السفلي على اليسار، تمام. فهيك بنكون حكينا عن ايش؟ عن الابدومينال ريجنز.
ننتقل الآن للمحاضرة الثانية اللي هي بتحكي مباشرة عن إيش؟ عن مقدمة للسكيلتال سيستم وأنواع العظام، تمام؟ فشو وظائف السكيلتال سيستم؟ دعامة، حماية، الحماية يعني السكال مثلا بتحمي البرين، الفيرتبري بيحمل السباينال كورد، والريب كيج بيحمل اللنج، تمام؟ المساعدة في الحركة، لأنها العضلات لما تنقبض هي بتسحب الهيكل العظمي عشان تخليه يتحرك. بالإضافة للمينرال ستورج أند ريليز، ف 99% من كالسيوم الجسم مخزن داخل الهيكل العظمي، وكيف وبتم إفرازه بناء على حاجة الجسم. كيف بتم إفرازه؟ عن طريق شغل الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون بتم إفرازه من الباراثايرويد جلاند، وبحفز خلايا بسميها أوستيو كلاست، تمام؟ هاي الأوستيو كلاست هي الخلايا اللي مسؤولة عن تكسير العظم، بتكسر العظم بشكل بسيط وإيش، بتاخذ منه الكالسيوم وبتوديه للدم. بعدين عندي البلد سيل برودكشن بتم في الريد بون مارو، وعندي تراجليسرايد ستورج اللي هو تخزين الدهون بتم في اليلو بون مارو. البلد سيل برودكشن بسميها كمان هيماتو بويسز، هيماتو دم بويسز يعني عملية إنتاج وتصنيع. الريد بون مارو في الأدلتس موجود في أماكن معينة، الواحد أول ما ينولد بيكون كل عظمه عبارة عن ريد بون مارو، بعدين كل ما ينمو أكبر بصير الأجزاء من هاي ريد بون مارو يتم استبدالها بفات. طب شو الأجزاء اللي بضل فيها ريد بون مارو؟ اللي هم الهيب بونز عظام الحوض، الريبس اللي هم الأضلاع، الستيرنم اللي هي العظم اللي في منتصف الصدر، فيرتبري اللي هم يعني الفقرات بالأخص اللي هم في منطقة السيرفيكال، وبالإضافة للفلات بونز اوف ذا سكال اللي هم عظام الجمجمة المسطحة، والبروكسيمال انس اوف هيومرس اند فيمر. شوفوا الهيومرس اند فيمر بيكون فيها ايش، او هي مش موجوده بالصوره هون، بيكون فيها بالبروكسيمال انس يعني بالمناطق القريبه للاتاتشمنت بيكون فيها ريد بون مارو. طيب ليش حكينا مينلي سيرفيكال بيكون ريد والبروكسيمال بارتس بيكونوا ريد؟ لانه التغير من ريد الى يلو بيبدا ديستالي، يعني بيبدا من تحت من الديستال من البعيد على الاتاتشمنت للاعلى، فالجزء العلوي بيظل ريد، تمام؟ والجزء السفلي كلياته بيكون قاعد بتحول الاصفر وبيطلع لفوق التحول هذا. نفس الشيء للهيوميرس، الهيوميرس مثلا هي مثلا عظمه الهيومرس بيبدا التغير من تحت ديستالي لا يوصل البروكسيمالي، والبروكسيمال هون بيكون كلياته ريد بون مارو. طيب شو انواع العظام؟ بناء على الشكل بقدر اقسمها لخمس انواع. اللونج بون اللي هي بيكون طولها اكبر من عرضها، تمام؟ يعني راح تطلع شكلها مستطيله، واغلبها مكون من ايش؟ من كومباكت بون، تمام؟ كومباكت بون والسبونج بون هسه بنحكي عنه تحت. الثانيه اللي هي شورت بونز اللي هي بيكون شكلها تقريبا مكعب، تمام؟ فأبعادها الثلاث متساوية، وبتكون سبونجي يعني من الداخل بتكون سبونجي، والإيش بتكون يعني محاطة بثين لاير أوف كومباكت. ثلاث اللي هي الفلات بون اللي بتكون طبقة من الكومباكت وطبقة من الكومباكت، وبيناتهم إيش؟ طبقة سبونجي لاير. السبونجي لاير الموجود في السكال شو بسميه؟ بسميه ديبلوي، تمام؟ ديبلوي. أربعة الريجولار بونز، الريجولار بونز هم عبارة عن كومبلكس شيبس، يعني لا هي لونج ولا شورت ولا فلات، تمام؟ وفيها يعني حتى بيناتها بتختلف في كمية السبونجي وكمية الكومباكت، فما في اشي ثابت في الريجولار بونز. خمسة السيساموييد بون اللي هي بتكون موجودة في سيرتن تندونز، يعني بعض التندونز في الجسم، بالذات في التندونز اللي هي لأصابع لعضلات الإبهام وعضلات إصبع القدم الكبير البيج تو، تمام؟ هذا الثمب بسميه بوليكس، والبيج تو شو بسميه؟ هالوكس، تمام؟ فالثمب العضلات تبعته بسميها يعني بيكون فيها اسم بوليسس، الدكتور بوليسس، وهون البيك توب بيكون فيها هالوسس، تمام؟ فزي هيك. الباتيلا اللي هي عظمة الصابون اللي موجودة في الركبة هي it is the largest sesamoid bone، وراح نحكي عنها تحت انها بتكون بالتندم تبع اي عضلة اسمها quadriceps femoris، يعني هاي غالبا موضع سؤال بتكون، تمام؟ انها في الكوادريسبس femoris تندم. شو في اشياء لونج بونز مثلا زي الهيوميراس زي الفيمر زي الرادياس زي الالنا، الشورت بونز مثلا زي الكاربال بونز، تمام؟ واغلب التارسال بونز عباره عن شورت بونز. ليش؟ لانه في عندي بس الكالكانياس، الكالكانياس تصنف انها الريجولار. الفلات بونز زي البونز الموجوده في السكال، الستيرنم مثلا هي عباره عن فلات بون، والسيسمويد بون حكينا عنها، كلمه سيسمويد يعني تشبه السمسم، فهي حجمها كثير صغير بكون. بالنسبة للهيستولوجي كيف بقسم العظام؟ هاي تقسيمات العظام بناء على الاناتومي على الشكل الخارجي. اما كهيستولوجي فانا بقسمها لكومباكت بون وسبونجي بون. الكومباكت بيكون دنس سوليد او بسميه كورتيكال لانه بيكون على قشرة العظم من الخارج، ودنس لانه ايش كثيف يعني وصل. سبونجي بون بيكون ترابيكولار
او كانسيلاس اللي هو بيكون مليء بالفراغات وبيكون هيك عامل زي الشبكه يعني نتورك اوف بونز. تمام، فهي الريجولار ثين كولومز عباره يعني عن قطع من العظم نحيفه وغير منتظمه، وسبيسز فيلد وذ بون مارو، الفراغات هاي اللي بيناتها بتكون ايش معبأه، بتكون معبأه بالبون مارو. تمام، بالنسبه للهيستولوجي فالشكل العظم الداخلي بنسميها فيرجن سيستم او الاسيون. كيف بيكون؟ بيكون بالنص عندي بلاد فيسل، وبيكون عندي فين، وبيكون عندي نيرف، يعني بيكون عندي ارتري وفين ونيرف. والعظم كيف بيجي شكله؟ عامل لي هيك زي طبقات مدوره، تمام، حواليه كامل. فهذا الشكل شو بسميه؟ الفيرجن سيستم او الاستيون، مكون من كونسنتريك لاميلي يعني لايرز. كونسنتريك يعني موحدة المركز، كلياتها لها نفس المركز هون، لكن ايش بتصير تتراكم على بعض، وبالداخل عندي بلاد فيسل وبيكون عندي نيرف كمان. تمام، هاي يعني صورة للفيرجن سيستم، شوفوا كيف شكله بيكون، طبقة جواتها طبقة جواتها طبقة جواتها طبقة، وايش وبالنص بيكون عندي بلاد ارتري، بيكون عندي نيرف، بيكون عندي فين، بيكون عندي كمان ليمفاتيك فيسل. هاي بالنسبة للايش؟ للهيستولوجي تبع البون. هسه بدنا نيجي نحكي عن الاناتومي اوف لونج بونز. من شو مكون؟ مكون من سبع قطع او سبع مناطق. اول شيء اللي هو الديافيسز، اللي هو الجزء الاساسي الطويل اللي موجود في العظم، المين بورشن اوف ذا بون. على كل طرف عندي الابيفيسز، على من فوق ومن تحت او بروكسيمالي وديستالي، وبين الابيفيسز والديافيسز عندي هاي المنطقة اللي بسميها ميتافيسز. الميتافيسز بيكون فيها بليت بسميه الابيفيزال بليت، هذا عبارة عن قطعة أو قرص من الكارتليج من الغضاريف، هو اللي بيسمح للبون إنها تنمو. تمام، يعني من عندها بصير نمو البون، بس يخلص نمو البون يعني على عمر بين 18 و21، هذا الابيفيزال بليت خلص ببطل فيه كارتليج، وبصير بظل الأثر تبعه بيكون عبارة عن خط بسميه ابيفيزيال لاين. اللي بعديها هي الارتيكولار كارتليج، هي عبارة عن غضاريف او كارتليج بتكون بتغطي ايش؟ المناطق اللي بتشارك في عمل المفاصل، يعني اللي بتشارك في المفاصل. ليش هاي الكارتليج؟ عشان نقلل الفريكشن او الاحتكاك اللي بصير في البون. شو نوع الكارتليج؟ بيكون نوعه هيالاين كارتليج، هاي اللي بتاخذوها بالهستو، هيالاين والاستيك فايبرس. اللي بعدها اللي هو البيري اوستيوم. البيري اوستيوم هي عبارة عن طبقة خارجية للبون، يعني حتى بنقدر نشوفها هون. شوفوا هاي الصورة، هي مقطع من عظمه يعني اخذته، شوفوا كيف هذا الجزء كلياته اللي انتم شايفينه هون، هو عباره عن كومباكت بون، هذا من الداخل سبونجي بون، وهذا من برا الغلاف هذا اللي من برا اسمه ايش؟ اسمه بيري اوستيوم. كيف كنا نحكي بيريكارديوم، غلاف حوالين القلب، بس هذا بيري اوستيوم. بس البيري اوستيوم ما فيه سيروس فلويد، تمام، يعني هاي ما تخربطوا فيها. بيري اوستيوم كيف مثبته في العظم؟ في اشي بسميه شاربيز فايبر. كيف شاربيز فايبر؟ تعرفوا هاي اللي بتكون هيك اللزقة تبعت الشنط اللي بنفتحها، بتكون هيك اشياء كلها داخل بعض، تمام؟ فنفس الاشي الشاربيز فايبر اللي موجود على العظم، البري اوستيوم بيكون ملزق فيه، هذول هم شاربيز فايبرز، او بنسميها ايش؟ بيرفوريتنج فايبرز، يعني الفايبرز اللي بتخترق العظم للداخل. اللايرز تبعتها اما بيكون اوتر فايبرز، يعني بيكون ليفي او مكون من الياف، فبتكون قويه وصلبه، وهي اللي بتحمي العظم. وفي عندي طبقه داخليه بسميها انر اوستيوجينيك، يعني طبقه داخليه، واوستيوجينيك يعني ايش؟ يعني انها تصنع الخلايا العظميه، فهي بتفيدني بايش؟ بالريبير، اذا صار عندي اي كسر بالعظم هاي هي اللي بتكون تتولى امور الريبير. اللي بعدها اللي هو الميدلري كافيتي، هو الفراغ الموجود داخل العظم، بيكون بالديافيسز. وشو على شو بيحتوي؟ بيحتوي على البون مارو. شوفوا انتم هون هاي الصورة، هاي القطعة اللي جوا هاي هي يلو بون مارو، تمام؟ شفتوا كيف؟ هذا الفراغ كله شو بسميه؟ ميدلري كافيتي. شو بيكون معبأ؟ ببون مارو، تمام؟ سواء ريد أو يلو يعني. وآخر إشي الإندوستيوم، الإندوستيوم هي الطبقة اللي إيش؟ اللي بتعمل لي البطانة الداخلية للميدلري كافيتي، يعني هاي ميدلري كافيتي، الدهان تبع الكافيتي هذا بكل الجهات هو الاندوستيوم، تمام؟ اندو يعني من الداخل، واوستيوم اكيد اوستيوم معناها عظم. طيب الان بدنا نحكي عن الاوسيوس لاند ماركينجز، يعني اشياء موجودة على سطح العظم، او اشياء يعني تضاريس العظم، يعني الاشياء البارزة فيها، تمام؟ في شغلتين يعني تنقسم شغلتين رئيسيات، اما بتكون هي عباره عن فتحات وحفر ديبريشنز يعني حفر واوبننجز، او بتكون عباره عن بروسيسز يعني بروجكشنز يعني اشياء بارزه، فيا بتكون اشياء هابطه لتحت ومفتوحه، يا بتكون ايش؟ اشياء بارزه وطالعه لفوق او طالعه من سطح العظم.
فبالنسبة للديبريشنز والأوبنينجز عندي 5 أنواع. الفشر هو عبارة عن شق طولي، يعني فتحة حفرة لكن إيش على شكل خط. الفورامين هي فتحة لكن إيش مدورة وبتكون complete opening، تمام. أما الفشر هو narrow slit بين adjacent parts. ثلاث، الفسة هي بتكون عبارة عن shallow depression، يعني زي كأنه عندي صحن، هاي حفرة الصحن بسميها فسة. أربعة اللي هي السلكس، هي عبارة عن حفرة طولية، يعني مش في عندي حفرة مدورة اللي هي الفسة، لو كان عندي حفرة طولية زي اللي موجودة بالشوارع مثلا فهاي ايش بتكون سلكس. واخر اشي الميتس اللي هي عبارة عن قناة، يعني هي عبارة عن فتحة على شكل انبوب، تمام. لو بدنا نشوف هنا، شوف مثلا هذا الشق اللي هون بسميه فشر لانه ايش شق طولي. هاي الفتحة اللي هون شو بسميها؟ بسميها فورامين، تمام. هاي اللي هون الحفرة اللي هيك المدورة اللي زي الصحن بسميها فسة. هاي الحفرة اللي زي هيك هون اللي على شكل طولي بسميها ايش؟ سلكس، تمام. واخر اشي شو قلنا اللي هي الميتس، مثلا هاي القناة السمعية بالاذن بتكون هيك على شكل انبوب للداخل، فشو بتعمل لي؟ اللي هي الميتس، تمام. هاي هي الديبريشنز والاوبننجز. بالنسبة للبروسيسز فراح الاقي انه عندي كوندايل وهي عبارة عن لارج راوند بروتيوبرنس، يعني اشي بارز وكبير ومدور، تمام. وبيكون لها سموث ارتكولار سيرفيس، يعني سطح عشان الارتكوليشن، وبيكون سموث، بيكون يعني ناعم مش خشن، بيكون في نهايات العظم. اثنين اللي هي الفست، هي عبارة عن سطح هيك مدور واملس، وبيكون يا اما كونكيف يعني مقعر، يا اما ايش كونفكس محدب للخارج، تمام. وبيكون هو ارتكولار سيرفيس ايضا، يعني ليش هاي الاسطح موجودة؟ عشان تعمل لي ارتكوليشن وتعمل لي جوينت. ثلاث اللي هو الهيد، هو عبارة عن راوندد ارتكولار بروجكشن supported on the neck of a bone، فبيكون ايش الهيد بيكون فيه بعدين نك دائما، تمام. شوفوا هنا مثلا هاي المنطقة اللي تحت بسميها كوندايل، شوفوا كيف هاي الكوندايل بتختلف عن الهيد اللي هون اللي هو large round protuberance وبيكون فيه بعدين نك، تمام. وبالنسبة للفاسيت فبقدر اشوفها مثلا بالفيرتبرا، شوفوا كيف هذا السطح مثلا، هذا الفست بسميه، تمام. شوفوا اكيد يعني هو راح يكون مختلف عن الهيد اللي ذكرناه قبل شوي، هذا مثلا هيد اوف هيومرس وهذا الكوندايل اوف هيومرس كمان، تمام. طيب اللي بعده اللي هو الكريست، هو عباره عن بروميننت ريدج اور وايد اولينجيتد بروجكشن، يعني بيكون بروز لكن مش على شكل مدور، على شكل طولي هيك طالع لفوق. وين بشوف الكريست مثلا؟ هنا هذا، هاي المنطقه اسمها الايليك كريست، تمام. اللي بعديه اللي هو الابيكوندايل، هي منطقة خشنة بتكون فوق الكوندايل عشان الليجمنت او التندون يعمل اتاتشمنت عليها، مثلا هي الكوندايل تبع الهيومرس، وهي المنطقة اللي هون او هون هي هاي ميديال ابيكوندايل وهي لاترال ابيكوندايل، تمام. اللاين هو لونج نارو ريدج اور بوردر، يعني الكريست بيكون طالع وبارز هيك بشكل خطي، اللاين بيكون طالع بشكل ايش اخف شوي، تمام. وحتى لو كان بارز بشكل كمان اقل شوي او كان انحف يعني بيكون ايش؟ بيكون يعني بنسميه ايدج، بس هذا اكثر بالاسنان بنستعمله. فاللاين بيكون less prominent than a crest زائد انه thinner كمان، تمام؟ بيكون انحف. اللي بعديها اللي هي السباينس بروسيس، اللي وين بتكون موجوده؟ يعني اكثر شيء بارز هو في الفيرتبرال كولوم، شوفوا هاي، هاي اللي زي الشوك اللي طالع زي شوكه القنفذ بسميها ايش؟ سباينس بروسيس، تمام؟ هي شارب سلندر بروجكشن، يعني حاده ونحيفه. اللي بعدها اللي هي التروكانتر، هي فيري لارج بروجكشن موجوده فقط في الفيمر، شوفوا التروكانتر هيها، هذا اسم تروكانتر وهذا كمان تروكانتر اخر، تمام. اللي بعدها اللي هي ايش؟ توبيركل، بتكون راوندد بروجكشن من العظم طالعه وفاريبل سايز، يعني بتختلف، مثلا توبيركل بالهيومرس مش زي التوبيركل اللي في الرب، تمام. فشوفوا مثلا هاي التوبيركل بالهيومرس وهاي التوبيركل اللي بالرب هون مثلا، لحظه هاي شوفوا كيف، فهاي توبيركل وهذيك توبيركل كمان، بس كل واحدة ايش؟ كل واحدة حسب حجمها بالعظم فهي variable size. والتوبيروسيتي بتكون ايضا variable size projection لكن ايش؟ الها رف وبمبي سيرفس، فهي بتكون يعني خشنة اكثر من التوبيركل. ويعني هون الفرق بين التروكانتر والتوبيركل انه التروكانتر موجود فقط في الفيمور، شوفوا قديش بارز وكبير، تمام؟ شوفوا قديش بارز هون، اما بالهيومرس فالتوبيركل بتكون ايش؟ وضعها اخف شوي. هنا يعني ملونها بالاحمر هنا انه الكوندايل والفاسيت والهيد هم ارتكيولار سيرفيسز، تمام. فهي خاصه للارتكيوليشن،
فهاي فكرة البروسيسز اللي موجودة هون. طيب الآن بدنا نحكي عن البلد والنيرف سبلاي اللي بوصل للبون، بالإضافة لإيش كيف نمو البون بصير. بالنسبة للبلد سبلاي، ففي عندي أنا العظمة من شو مكونة؟ من قطعة العظم نفسها اللي هي ابيفيسز وميتافيسز، وفي عندي الغشاء اللي حواليها. هذا الغشاء اللي حواليها مين اللي بغذي؟ ارتريز، بسميهم بيري اوستيال ارتريز. الغشاء شو اسمه؟ بيري اوستيوم. فالبيري اوستيوم مع الجزء الخارجي من الكومباكت بون اللي بيكون على السطح بغذي البيري اوستيال ارتريز. الميتافيزيال والابيفيزيال ارتريز بغذوا ايش؟ الانس اوف لونج بون اللي هي هون منطقة الابيفيسز والميتافيسز، تمام؟ على النهايتين العلوية والسفلية. الثالثة اللي هي نيوتريانت ارتري اللي هي بتغذي الجزء الداخلي من الكومباكت بون، بالإضافة للسبونجي بون تيشو والريد بون مارو لحد ما نوصل للإبيفيزيال بليت. فصار عندي هاي العظمة، العظمة من هنا تغذى بالميتافيزر والإبيفيزيال أرتري، الغشاء الخارجي بغذيه البيري أوستيال أرتري، والإشي الداخلي يعني كامل العظمة لحد ما نوصل لعند الإبيفيزيال بليت مين بغذيه؟ النيوتريانت أرتري. النيوتريانت أرتري كيف بيكون اتجاهه؟ هسا لما يدخل يعني في بداية نمو الجسم بيكون داخل بشكل أفقي مباشرة، تمام؟ على فرض أنا عندي هون إبيفيزيال بليت، تمام؟ هون هسا هذا الإبيفيزيال بليت شو راح يصير يعمل؟ راح يصير يخلي العظمة تكبر بهذا الاتجاه. فشو راح يعمل بالنيوترنت أرتري؟ راح يخليه فايت بزاوية يعني هيك وهيك، يفوت لجو، تمام؟ لأنه كل ما تكبر العظمة منطقة دخول النيوترنت ارتري ثابتة، لكن ايش؟ بتصير تسحب الارتري معاها باتجاه النمو، تمام؟ فكيف بدنا نعرف اتجاه النمو حسب العظمة؟ بحكي لي في عندي قاعدة شو بتحكي؟ go to the elbow and flee the knee. يعني في منطقة الالبو، في منطقة الالبو النيوترنت ارتري بتكون ايش؟ بتروح باتجاه الالبو، تمام؟ يعني انا الابيفيزال بليت بيكون هون بصير ايش؟ ينمو لتحت وبصير يسحب النيوترينت ارتري لوين؟ لتحت، تمام؟ هي يعني بيكون هيك داخل، بعدين ايش؟ بصير ينزل لتحت، بصير اوبليك. وبالجهة الثانية هاي، وعلى الجهة الثانية نفس الاشي بيكون ايش؟ بتروح للأعلى باتجاه الالبو. بالني بيكون زي كأنه قاعد بفل منها، تمام؟ راح الاقي الخط لوين رايح؟ قاعد ببعد عن الني في الفيمر، وايضا ببعد عن الني في التيبيا، بنزل لتحت، تمام؟ فهاي فكره الدايركشنز. بالنسبه للنيرف سبلاي، فوين ما في عندي بلود فيسل يعني ارتري راح يكون في عندي ايش مع نيرف، تمام؟ والبيري اوستيوم اللي هو الغشاء الخارجي للعظمه بيكون مليء بالسنسوري نيرفز، فهو بيكون كثير حساس لايش؟ للتيرنج والتنشن، للشد وللتمزقات اللي بتصير. اللي بعديها كيف العظام بتتكون؟ عندي طريقتين، اما انترا ممبرانس اوسيفيكيشن او اندوكوندرال اوسيفيكيشن. الفكره انه عندي انه كل الكونكتيف تيشو في الجسم له خلايا او نسيج اساسي بسميه الميزنكايم. هذا الميزنكايم بيكون لي باقي انواع الكونكتيف تيشو. فاذا الميزنكايم تحول مباشره لبون هذا اسمه انترا ممبرانس اوسيفيكيشن، وهذا بلاقيه في الفلات بونز اوف سكال او واغلب الفاشيال بونز وبالمانديبل وبالميديال بارت اوف ذا كلافيكل. اما اذا هذا الميزنكايم تحول لكارتلج وبعديها الكارتلج تحول الى بون، فبصير عندي اندوكوندرال اوسيفيكيشن، وباقي عظام الجسم عدا اللي ذكرناهم هذول بصير او بنمو بالاندوكوندرال اوسيفيكيشن، تمام؟ فالبرايمري سنترز للنمو بتكون في الابيفيسز، في الديافيسز عفوا، والسكندري بتكون في الابيفيسز. انا شو اللي بصير عندي؟ العظمه هاي مثلا بتكون كلياتها كارتلج، كلها كارتلج، فبيبدأ هون عندي إشي اسمه ossification center يعني مركز التعظم، وبيبلش يتعظم يطلع لفوق ينزل لتحت. لما يوصل لعند الابيفيسز بيبدأ عندي سنتر ثاني وببلش إيش؟ وببلش إنه يعمل التعظم هذا لحد ما إيش؟ لحد ما يتعظم كل المنطقة اللي فوق ما عدا إيش؟ ما عدا الارتيكولر يعني area والابيفيزيال بليت، تمام؟ الابيفيزيال بليت اللي بيكون فيها في جهة الابيفيسز من العظم. فهاي فكرة البرايمري سنتر والسكندري سنتر، انه البرايمري سنتر بيبدأ بالاساس في الدايفيسز، وبعدين مع التعظم مع مراحل التعظم بصير عندي سكندري سنتر، سنتر ثانوي بصير بالابيفيسز. البون جروث اند ريموديلينج، كيف البون بزيد طولها؟ عن طريق الابيفيزيال بليت، تمام؟ الابيفيزيال بليت هو اللي بزيد طول العظم. طب كيف بتزيد قطرها يعني الثيكنس تبعها؟ عن طريق البري اوستيوم، تمام؟ فانا شو اللي بصير عندي؟ نرجع لهاي الرسمة، البري اوستيوم هون
مش في انر اوستيوجينيك لاير، كان الطبقه اللي هي اللي بتصنع الخلايا العظميه. بس احنا اذا صنعنا العظم وظلينا نراكمه، طب ما هو راح يصير العظم كثير سميك، فشو بصير عندي؟ بصير الاوستيوكلاست اللي هي الخلايا المحطمه للعظم بتصير تاكل العظم من جوا. ليش؟ عشان يصير كميه العظم اللي انا قاعد بركبه هون بصير قد كميه العظم اللي انا قاعد باكلها، فبتظل عند العظم شو مالها؟ بظل عند العظم يعني حجمه ثابت. فهمتوا كيف؟ فهاي الفكره بالجروينج ان ثيكنس. البون ريموديلنج اللي هي عمليه تجديد العظم بتتم على مرحلتين، بون ريزوربشن اللي هو التكسير وبتعملها الاوستيوكلاست، والبون ديبوزيشن اللي هي زي ترسيب العظم، اني انا قاعد بعملها زي كاني قاعد ببني بنايه، وهي بتعملها الاوستيوبلاست. 10% من العظم بتغير كل سنه، فانت خلال 10 سنين بتكون بدلت السكيلتون كامل تبعك، هيك العظم يكون كله تغير، والعظم اللي قبل اللي كان عندك يكون كله الاوستيوبلاست ايش اكلته. تمام. طيب هيك بنكون خلصنا المحاضره الثانيه، نبدا بالمحاضره الثالثه اللي راح تحكي لي عن ايش، عن الابنديكولار سكيلتون. السكيلتون او الهيكل العظمي مقسم الى قسمين رئيسيين، اللي هم الهيكل العظمي المحوري اللي مكون من الجمجمه ومن الستيرنم او من الريب كيج ومن الفيرتبرال كولوم، وعند الابنديكولار سكيلتون اللي مكون من الاطراف العلويه والاطراف السفليه. الاطراف العلويه والسفليه متصله مع الترنك بجيردل، هذا الجيردل في منطقة الأبر لمب بسميه بيكتورال جيردل، أما في منطقة القدم أو يعني الأطراف السفلية بسميه إيش؟ بلفيك جيردل. تمام؟ طيب نبدأ بالسكيلتون تبع الأبر لمب. أول إشي عند البيكتورال جيردل أو الشولدر جيردل مكون من الكليفيكل، من عظمة الكليفيكل مع السكابيولا بوستيريرلي. شوفوا كيف هاي الكليفيكل وهاي السكابيولا، الكليفيكل من الأمام والإيش؟ والسكابيولا من الخلف. تمام؟ The only articulation with the trunk is at the sternoclavicular joint. يعني هذا الأبر لمب متصل مع الجيردل اللي هو السكابيولا والكلافيكل، لكن ما في اتصال مع الترنك مع الجذع إلا وين؟ إلا عند السيرنوكلافيكولار جوينت اللي هو بين الاسترنم وبين الكلافيكل، يعني ما في اتصال مثلا مع العمود الفقري، فهي ديروا بالكم منها. اللي العظمة اللي بدنا نحكي عنها أول شيء اللي هي الكلافيكل أو بسموها الكولر بون، يعني في منطقة القبة تبعت القميص هي هون موجودة. تمام؟ مكونة من تو كيرفز شكلها زي حرف الأس. تمام؟ فالكيرف الميديال هون الثلثين الأماميات بيكونوا كونفكس انتيريرلي، يعني لما أطلع من الأمام بتكون جاية باتجاهي، أما الثلث اللاترال اللي موجود هون بيكون إيش؟ كونكيف انتيريرلي. تمام؟ فبيكون داخل يعني بعيدا عني، وهاي منطقة تحول الكيرف هي أضعف منطقة في الكلافيكل، يعني بصير فيها الكسور إذا بده يصير في كسر الكلافيكل، فصار فيها تو كيرفز. شوف كمان فيها، فيها تو اندز وتو جوينتس لها نهايتين هون، هاي بسميها سترنال اند لانها من جهه الاسترنم وبتعمل لي سترنو كلافيكولار جوينت، وهاي اسمها اكروميال اند وبتعمل لي ايش؟ اكروميو كلافيكولار جوينت. هذا الجزء من السكابيولا اللي طالع اسمه اكروميون بروسيس. تمام؟ فهاي النهايه بسميها نسبه للعظم اللي بتتصل معاها بسميها اكروميال اند اوف ذا كلافيكل، بتعمل لي اكروميو كلافيكولار جوينت. في إلها two surfaces و two points for ligament attachment in the rough inferior surface. فهسا في إلها two surfaces، surface علوي بيكون أملس يعني، و surface سفلي بيكون أخشن. ليش أخشن؟ لأنه في كمان منطقتين لارتباط الليجمنتس. شو هم هذول المنطقتين؟ الأولى بسميها الكونويد توبيركل اللي موجودة هون، وارتبط عليها الكونويد ليجمنت، وفي عندي الثانية اللي هي impression for costoclavicular ligament اللي هي عبارة عن هذا البروز اللي هون. الليجمنت بسميه شو؟ كوستو كلافيكولار. شو يعني كوستو؟ يعني ريبس، وكلافيكولار من الكلافيكل، فهو هذا بيكون عبارة عن ليجمنت بربط بين الكلافيكل وايش؟ والريبس. هذا هو. تمام؟ هذا كوستو كلافيكولار ليجمنت، وهذا اللي هون ايش؟ الكونويد ليجمنت اللي بيكون مربوط على الكونويد توبيركل. طبعا الكونويد ليجمنت مع شو بربط؟ بربط الكوراكويد بروسيس. شايفين هذا الجزء من السكابيولا؟ هذا اسمه كوراكويد بروسيس. مع مين؟ الكونويد توبيركل موجود بالكلافيكل لاترالي. تمام؟ هاي الكلافيكل من الجهه اللاترال. العظم اللي بعدها اللي هي السكابيولا، هي عظم على شكل مثلث بتمتد من السكند ريب، من عند السكند ريب لعند السفنث ريب. تمام؟ من شو مكونه؟ على البوستيريور سيرفس بلاقي هذا الشيء البارز بسميه السباين، وفي عند الاكروميون بروسيس زي ما حكينا اللي هي نهايه السباين المسطحه هاي. شوف كيف الاكروميون هي ايش؟ امتداد للسباين، هاي الاكروميون.
وعندي ايش كمان؟ الجلينويد كافيتي. شو هي الجلينويد كافيتي؟ اللي هي شالو ديبريشن موجوده لاترالي هون. هون هاي اسمها الجلينويد كافيتي، تمام؟ اللي بترتبط مع الهيد اوف ذا هيوميرس. وبتعمل لي ايش اسم الجوينت؟ جلينو هيوميرال جوينت. وعندي كمان السكابيولار نوتش. النوتش هي عباره عن ايش؟ عن فتحه غير مكتمله، انكمبليت اوبننج. وهي يعني هون ننبه عليها بالنسبه للمحاضره اللي قبل، انه الفورامين هي فتحه مدوره كامله، اما النوتش هي عباره عن ايش؟ فتحه غير مكتمله بالعضل، تمام؟ بتكون زي عضه السندويشه يعني. شوفوا السكابيولار نوتش هون، هاي السكابيولار نوتش، تمام؟ اي اللي بعديها اللي هي الكوراكويد بروسيس، هي بروجكشن موجوده ايش؟ على الانتيريور سيرفيس. هاي الكوراكويد بروسيس موجوده على الانتيريور سيرفيس. السكابيولار نوتش طبعا بتمرر شيء بسميه سوبرا سكابيولار نيرف، النيرف بيكون بمر من هاي النوتش. طيب بما انها مثلثيه فهي لها ثلاث اضلاع ولها ثلاث زوايا، تمام؟ شو هم الثلاث اضلاع؟ ميديال بوردر، لاترال بوردر، سوبيريور بوردر. والسكابيولار نوتش وين موجوده؟ على السوبيريور بوردر، تمام؟ بالنسبه للانجلز ففي عندي سوبيريور انجل بتكون على مستوى السكند ريب، وعندي انفيريور انجل على مستوى السيفنث ريب السابع، وعندي ايش باللاترال انجل اللي هي الجلينويد كافيتي، تمام؟ الميديال بوردر هون بسميه فيرتبرال بوردر لانه قريب للفيرتبرال كولوم، واللاترال بوردر بسميه اكزيلاري لانه عند قريب من منطقه الابط. اخر شيء انه في لها 3 فصه، في لها فصه فوق السباين هاي الحفره اللي هون، وفي لها فصه تحت السباين اللي هون، وفي لها فصه هون، يعني السكابيولا زي كانها بتحتويها. فاللي فوق السباين بسميها سوبرا سباينس فصة، واللي تحتيها انفرا سباينس فصة، ومن هنا بسميها سب سكابيولر فصة. سوبرا سباينس فصة فيها عضلة بسميها سوبرا سباينيتس مسل، تمام؟ وهاي انفرا سباينيتس مسل موجودة في الانفرا سباينس فصة، وهاي سب سكابيولاريس مسل، او مش هاي، هاي اللي هنا اسمها سب سكابيولاريس مسل، موجودة وين؟ في السب سكابيولر فصة. شوفوا كيف زي هيك، هذا السطح الامامي، هذا السطح الخلفي. طيب فهاي اللي حكيناه هون. بالنسبة للي بعدها اللي هي الهيوميرس، الهيوميرس هي عبارة عن لونج بون، تمام؟ لونج بون، أو لا احنا شلناها هيك. طيب هي عبارة عن لونج بون، وهي اللونجست اوف ابر لمب، أطول عظمة في الابر لمب. الهيد تبعها كيف بيكون؟ بول لايك زي شكل الكرة، ونهايتها بتكون فلاتند مسطحة، فهذا الهيد بيكون شكل الكرة وهاي الفلاتند النهاية المسطحة، تمام؟ مع النهاية أنا قصدي عن قطعة كاملة مش بس عن هذا الجزء، لأنه هذا الجزء هو مدور يعني، تمام؟ بس كاملة بتكون فلاتند. شو الأجزاء تبعت الهيوميرس؟ بالجزء البروكسيمال هون بلاقي إنه في عندي هيد، بعدين عندي أناتوميكال نيك اللي هي المنطقة بين الهيد وبين الجريتر توبيركل واللستر توبيركل، وبعديها بين التو توبيركلز عندي اللي هو الانتر توبيركلر سلكس او بسموه بايسيبيتال سلكس، لانه اللونج هيد اوف بايسبس مسل بيمر منه. شفتوه؟ هذا هاي البايسبس مسل، وهي ايش اللونج هيد تبعها. وبعد الجريتر توبيركل واللسر توبيركل عندي السيرجيكال نيك، هاي المنطقه محل ما انا باشر اللي هي بتفصل بين التوبيركلز والشافت، وبعديها عندي الشافت تكمله الشافت، تمام؟ فهذول اللي ذكرناهن الهيد والانتوميكال نيك والجريتر واللسر توبيركل. الجريتر بتكون على اللاترال واللسر على الانتيريور. السيرجيكال نيك هي المنطقه بين التوبركلز والشافت، واذا صار كسر في منطقه السيرجيكال نيك مين اللي بتاثر؟ في نيرف بسميه اكزيلري نيرف بمر من هون، هو اللي بصير ايش فيه؟ بصير فيه الانجري اذا صار عندي كسر في هاي المنطقه، تمام؟ هذا الاكزيلري نيرف، شفتوه؟ هذا هي هون في منطقه السيرجيكال نيك تكملته، تمام؟ بعديها ايش عندي؟ اللي هو الانتر توبيركولر جروف او الوسط السيركس حكينا عنه. عندي الدلتويد توبيروسيتي هي رافنينج ات ذا ميدل اوف لاترال بارت فور دلتويد مثل اتاتشمنت. فشوفوا اللاترال بارت للبون هذا هيك الارتفاع اللي هون بسميه دلتويد توبيروسيتي، تمام؟ ليش؟ لانه الدلتويد مسل تبعت الكتف اللي بتعمل تقويس الكتف ترتبط عليها. وعندي الراديال جروف هو عباره عن سبايرال لاين اون ذا بوستيريور سيرفيس اوف هيوميرس. هنا يعني هاي في هيك خط هنا، هذا الجروف هو المحل اللي بمر منه الراديال نيرف، فاذا صار عندي كسر هنا في الميد شافت هذا راح ايش يؤدي؟ راح يؤدي الى انجري في الراديال نيرف.
هذول مهمات الاكزيلري نيرف انجري اذا صار عندي كسر بالسيرجيكال نيك، الراديال نيرف انجري على الراديال جروف. شو الارتكيوليشنز اللي بتصير؟ بروكسيمالي عندي اللي هو الجلينو هيومرال جوينت او الشولدر جوينت يعني، وديستالي عندي الالبو جوينت. تمام، الهيومرس من الدستال يعني شو الاشياء المكونه فيها؟ عندي هذا الكوندايل، الكوندايل بقسمه لمنطقتين، المنطقه اللي هون هاي المدوره بسميها كابيتيلم، والمنطقه اللي هون هاي بسميها تروكليا. تمام، التروكليا عامله زي شكل اليويو، تمام زي اليويو اللي كنا نلعب فيه زمان. فعندي كابيتيلم وعندي تروكليا. الكابيتيلم مع شو بيرتبط؟ مع الهيد اوف ذا رادياس. والتروكليا مع ايش؟ مع التروكليير نوتش اوف ذا النا. يعني لما يسالني التروكليير نوتش وين موجوده، هي موجوده في النا، بس مين بتستقبل؟ بتستقبل التروكليا تبعت الهيومرس. تمام، فوق الكابيتيلم هون في عندي الراديال فوسا، لانه اذا صار عندي فليكشن للالبو، تمام شو راح يصير عندي؟ انه الهيد اوف ذا رادياس بدخل هون بهاي الحفره، وعندي فوق التروكليا اللي هي الكورونويد فوسا اللي بدخل فيها الكورونويد بروسيس. شوفوا هون بالفيديو كيف هذا الهيد اوف ذا رادياس، شوفوا كيف لما اعمل الالبو فليكشن بدخل هون بهاي الحفره. شوفوا على الجهه الاخرى هاي الكورونويد بروسيس، لحظه شوي، هذا الجزء كورونويد بروسيس وبدخل في الكورونويد فوسا. تمام، عندي كمان من الجهه الخلفيه اللي هي هاي الفتحه اللي شو بسميها اوليكرونون فوسا. هاي الاوليكرونون فوسا مين بدخل فيها؟ هاي الاوليكرونون بروسيس، بس متى؟ لما يصير عندي البو اكستنشن. شوفوا على الفليكشن، هاي اكستنشن دخلت فيها، فليكشن طلعت منها. تمام، هاي بتكون على السطح الخلفي من ورا. وعندي الميدل واللترال ابيكوندايلز اللي ورجتكم اياها، بتكون فوق الكوندايلز، وهاي هاي يعني بهاي المنطقه، وبتكون هي مناطق ارتباط الفليكسرز والاكستنسرز. واخر شيء الالنر نيرف، هو النيرف اللي بيكون من جهه الالنا ميديالي، بمر من ورا الابيكوندايل. فاذا صار عندي فراكتشر في الميديال ابيكوندايل شو بصير عندي؟ بصير عندي انجوري بالالنر نيرف. فصار عندي الاكزيلري نيرف على السيرجيكال نيك، راديال نيرف عند الراديال جروف او بالميد شافت يعني، والالنر نيرف على الميديال ابيكوندايل. يعني هاي اكيد وحده منهم لازم تكون سؤال. اللي بعديها اللي هو ايش؟ عظمه الالنا. الالنا هي موجوده ميديالي بالفور ارم، يعني الالنا دائما تذكروا انها النا بتكون ميديال. تمام، كله النا يعني. تمام، شوفوا هون هي الالنا وهي الراديوس. الالنا هي اللي ميديال، بتكون اكبر واضخم من الراديوس. فلو اخليهن لحالهن شوفوا كيف، هيها هي اكبر من الراديوس واطول منها. تمام، بتكون ثيك اند نوشت بروكسيمالي ونرور اند مور سلندريكال ديستالي. شوفوا كيف احنا كل ما ننزل لتحت بتصير الالنا ايش مالها؟ ارفع. تمام، فبتكون كثير خميله من فوق وارفع من تحت، على عكس الراديوس اللي بتكون خميله من تحت ولكن ايش؟ ارفع بتكون من فوق. فهي ذكروا انهم عكس بعض. ذكروا كمان انه الالنا الهيد تبعها موجود تحت، اما الراديوس الهيد تبعه موجود وين؟ من فوق. تمام، فهن جايات عكس بعض يعني. طيب الالنا بالبروكسيمال احنا اصلا اوريدي صرنا حاكين يعني الاجزاء تبعتها. عندي هاي كورونويد بروسيس اللي بتدخل بالكورونويد فوسا، عندي اوليكرونون بروسيس اللي بتدخل بالاوليكرونون فوسا، وعندي بين التو بروسيسز ايش؟ اللي هي التروكليير نوتش اللي بتدخل فيها التروكليا. تمام، في عندي هون هاي اللي هون الحفره الصغيره اللي بسميها راديال نوتش، مين اللي بدخل فيها؟ الهيد اوف ذا راديوس. تمام، وعندي الالنر توبيروسيتي موجوده هون، ترتبط عليها عضله شو بسميها؟ بريكيالس مسل، بريكيالس مسل. تمام، بعدها ديستالي بلاقي عندي الهيد اوف ذا النا من تحت الهيد، وبالاضافه لايش؟ للستايلويد بروسيس تبعت النا. ستايلويد يعني زي شكل القلم. تمام، شوفوا كيف القلم، فبتكون من تحت ايش؟ يعني هيك بارزه لتحت. هاي بالنسبه لمين؟ للالنا. مهم نعرف كثير انه ايش؟ انه الالنا ما بتشارك في الريست جوينت. تمام، ما بتشارك في الريست جوينت. مين اللي بيشارك في الريست جوينت؟ اللي هي الراديوس مع الكاربال بونز. طيب، طيب بالنسبه للراديوس فهي موجوده باللاترال وبتكون اقصر من الالنا، واذا بتتذكر دائما الراديوس انها هي على جهه الثمب، يعني هي الثمب وهي الراديوس. اذا لفت ايدي هيك هي الثمب هي الراديوس. تمام، دائما بتكون على جهه الثمب. بتكون ارفع من فوق ويعني اوسع من تحت ديستالي. بروكسيمالي بلاقي عندي الهيد والنك والراديال توبيروسيتي. الهيد يعني مقابله للالنا، لانه الالنا الهيد تبعها من تحت، اما الراديال الريدس تكون الهيد تبعها من فوق. الهيد فوق بيرتبط مع الكابيتيلم تبع الهيوميراس، و بيرتبط ايضا مع الراديال نوتش اوف ذا النا اللي موجود هون. فهيك نفس الشيء لما يسالك وين الراديال نوتش، مش على الرادياس، الراديال نوتش على الالنا.
لمس انك وين الالنر نوتش؟ الالنر نوتش هون، هي عظمه الرياديوس عندها النر نوتش من تحت بيرتبط معاها الهيد اوف ذا النر، تمام؟ فحكيناها ديستالي بتشارك في الريست جوينت، بسميها هذا راديو كاربل جوينت، وبلاقي الستايلويد بروسيس هون هذا الجزء. وايش كمان؟ انه الالنر نوتش اللي موجوده هون اللي بيرتبط عليها الهيد اوف ذا النر، فالالنر نوتش على الرياديوس، الراديال نوتش على الالنر. شو الارتكيوليشنز اللي موجوده في الابر ليمب؟ اللي هو الالبو جوينت بين الهيد اوف ذا راديوس والكابيتيلم، تروكليير نوتش مع التروكليير اوف ذا هيوميروس. بين الراديوس والالنا في ثلاث مناطق ارتباط اللي هي بروكسيمال راديو النر جوينت، ديستال راديو النر جوينت، والانتر اوسيوس ممبرين. هون هذا بسميه ديستال راديو النر جوينت، وهذا بروكسيمال راديو النر جوينت. وايش عندي كمان؟ في بيناتهم بسميه انتر اوسيوس ممبرين، الغشاء اللي بين العظم، تمام؟ بيكون على طول العظم من اولها لاخرها. طيب بعد ما حكينا عن الراديوس والألنا بدنا نحكي الآن عن عظام إيش؟ عن عظام اليد. عظام اليد تنقسم لثلاث أقسام: كاربلز، ميتا كاربلز، وفالانجيز، تمام؟ الكاربلز عددهم 8 عظام موجودات هون، شايفين هاي الكاربلز 8 عظام ذول. البروكسيمال رو في يعني قسمها لرو بروكسيمال ورو إيش؟ ديستال، تمام؟ البروكسيمال رو عندي سكافويد، لونيت، ترايكويترم، وبيزي فورم. اما هون عندي الترابيزيوم، الترابيزويد، هاي الترابيزويد، والكابيتات، والهاميت، تمام؟ سكافويد زي شكل السفينة بيحكوا، لونيت اللي هي زي شكل الهلال او زي شكل القمر يعني، ترايكويترم انها مثلثية يعني، يعني هي مرات التشبيهات مش دقيقة كثير، والبيزي فورم زي شكل البازيلا بتكون، وهذول ترابيزيوم، ترابيزيوم وترابيزويد زي شكل شبه منحرف بيكون، كابيتيت زي شكل الرأس، طلعوا كيف؟ والهامات زي شكل ايش؟ زي شكل المطرقة، تمام؟ هذول مهم ان نكون حافظين اسمائهم ونعرف انه كلياتهم عبارة عن شورت بونز، تمام؟ كيف نحفظ اسمائهم؟ في الاختصار اللي بحكي لك سلمى سكافويد لما لونيت، يعني سلمى لما تلعب بوكر، يعني مع انه البوكر حرام يعني بس مضطرين نحفظ، يعني سكافويد لونيت ترايكويترم وليونيت، تكسب تخسر كله هلس، اللي هي ترابيزيوم ترابيزويد كابيتيت وهميت، تمام؟ هاي الكاربال بونز. اللي بعديها اللي هو ايش؟ الكاربال تنل. الكاربال تنل هو عبارة عن هذا النفق اللي بتعمله الكاربال بونز، بتعمل هيك يعني هذا التجويف اللي هون، شايفين هاي الحفرة؟ هاي هي الكاربال تنل، وبهاي الصورة بتكون أوضح شوي، تكون عاملة زي حفرة ومسكرة من فوق بإيش؟ بفليكسر ريتيناكيلوم أو ترانسفيرس كاربال ليجمنت، عبارة عن ليجمنت يعني بيكون مسكرها، فبيعمل زي النفق. شو النفق موجود فيه؟ فليكسر تندونز، التندونز سبعة العضلات اللي بتعمل فليكشن، بالإضافة للميديان نيرف. هذا الميديان نيرف إذا صار في عندي كومبريشن جوا هذا التنل، يعني صار في ضغط عليها، بيعمل شيء اسمه كاربل تنل سيندروم، بحس فيه المريض كبين وتنجلينج سنسيشن، يعني الم وخدر باول 3 أصابع ونص، تمام؟ ليش اول 3 أصابع ونص؟ لانها هاي منطقه تغذيه الميديان نيرف، تمام؟ مع ايش؟ مع اللوس اوف ثينر ماسلز كيرف، هاي المنطقه اسمها الثينر وهاي الهايبوثينر، فالثينر ماسلز بتتغذى من الميديان نيرف، اذا ما وصلها تغذيه عصبيه وصار في عندي كومبريشن هون، راح تصير هاي الثينر تصغر تصغر، فبصير بخسر هاي الكيرف، هاي الثانيه اللي موجوده هون. من شو بصير الكمبريشن؟ بسبب الاوفر يوز، يعني زي ستات البيوت اللي بضلوا يشتغلوا ويلفوا دوالي وشغلات زي هيك وينفوا. اللي بعدها اللي هو الميتا كاربال بونز، هم عبارة عن 5، هاي العظام هاي وهاي هنا هاي وهاي 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 وهاي، عبارة عن 5، بيرتبطوا مع الكاربلز بكاربو ميتا كاربال جوينت، وبيرتبطوا مع الفلانجيز، هذول العظام تاعت الاصابع بسميهم فلانجيز، بيرتبطوا مع الفلانجيز بايش؟ بميتا كاربو فالنجيال جوينت، اللي بيعمل لي منطقة النكلز اللي موجودة هون. بالنسبة للفلانجيز فعندي 14 وحدة، 3 بكل إصبع، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وبالإبهام عندي 2 بس، تمام؟ القريبة من هون بسميها بروكسيمال، وهاي ميدل وهاي ديستال. أنا بس أتأكد إنه الصورة واضحة صح؟ أيوة، هاي بروكسيمال، هاي ميدل وهاي ديستال. بالنسبة للجوينتس فهذا بسميه انترفالنجيال جوينت، هاي المنطقة اللي هون، تمام؟ هاي انترفالنجيال جوينت. فبين البروكسيمال والميدل بسميه بروكسيمال انترفالنجيال جوينت، وبين الميدل والديستال بسميه ايش؟ ديستال انترفالنجيال جوينت. بس بالابهام لانه بس عندي بروكسيمال فالانكس وديستال فالانكس بيكون عندي فقط انترفالنجيال جوينت واحد، تمام؟
وكل الميتاكاربلز والفلانجيز عباره عن ايش؟ عباره عن لونج بونز، يعني الهن بيز والهن شافت والهن هيد. هذا بالنسبه لايش؟ لا اللي هو الابر لمب. يعني الان نيجي نحكي عن اللور لمب. عندي البلفيك جيردل زي ما حكينا عن البكتورال جيردل فوق، مكون من الهيب بونز، عظمه الهيب اليمين والشمال. الساكرم هنا ما بتشارك بالبلفيك جيردل. من الامام تو هيب بونز وين بيجتمعوا؟ في البيوبس سيمفيسز. اما بوستيريرلي بيجتمعوا وين؟ عند الساكرم، بالساكرو ايلياك جوينت. هذا محل ما انا برسم اسمه ساكرو ايلياك جوينت، تمام. الهيب بونز كم وحده؟ هي هيب بون وحده لكن مكونه من ثلاث اقسام. القسم العلوي بسميه ايليوم، شوفوا كيف هاي هيك باخذ عظمك، هذا العلوي بسميه ايليوم، السفلي الامامي بسميه بيوبس، اللي السفلي الخلفي بسميه ايش؟ اسكيوم، تمام. فهاي اللي هي الهيب بون. طيب كيف بيجتمعوا مع بعض؟ في عندي هنا، او خلينا على هاي الصوره، عندي هنا كارتليج بيكون اسمه تراي ريديات كارتليج. تراي ريديات يعني له ثلاث امتدادات، تمام. وهذا بيصير عباره عن بون بعمر 23، فبيعمل لي ون فانكشنال يونت. هاي اللي هي بسميها ايش؟ الاسيتابيلم. هاي الحفره اللي ايش؟ بدخل فيها الهيد اوف ذا فيمر. شوف كيف هذا الهيد اوف ذا فيمر بدخل جوا ايش؟ جوا الاسيتابيلم اللي هي هاي الحفره. بنبدا بالايليوم. الايليوم مكونه من اله وينج، آلة عفوا وبدي. البدي هو هذا الجزء، البدي هو هذا الجزء، وهذا الوينج بيعمل زي الجناح، تمام. في عندي من فوق الإيلياك كريست، تمام، اللي هو السوبيريور ريدج، وعندي فور إيلياك سباين، واحد ثنتين من الأمام ثنتين من الخلف. اللي من الأمام واحدة من فوق anterior superior إيلياك سباين، inferior superior إيلياك سباين، posterior superior و posterior ايش؟ inferior. هذول اللي ذكرناهن هون. في عندي greater sciatic notch اللي هي هاي الفتحة، وهي بمر منها sciatic nerve اللي هو ايش؟ the largest nerve in the body، اكبر nerve موجود في الجسم. اذا صار في inflammation يعني اذا صار في التهاب بصير ايش؟ عندي حالة بسميها sciatic، تمام. شوفوا هاي هذا sciatic nerve هون، تمام. شوفوا قديش كبير، هو اكبر nerve موجود في الجسم. في عندي على اللاترال سيرفس، احنا هيك هذا الميديال وهذا ايش؟ اللاترال. على اللاترال سيرفس عندي هاي الخطوط، هذا الخط وهذا الخط اللي هون وهذا الخط. هذول شو بسميهم؟ جلوتيال لاينز، تمام، اللي بترتبط عليها الجلوتيال ماسلز. وعلى الميديال سيرفس عندي الايش؟ الايلياك فوسا. الايلياك فوسا اللي هي هاي الحفره اللي هون، تمام، الاعصاب، هاي الحفره اللي هون اللي زي شكل الصحن. بالنسبه للاسكيام فمكونه من بودي اند ريموس، فيها الليسر سياتيك نوتش، هاي وين الاسكيوم؟ هاي الاسكيوم عبارة عن بودي و ريموس هون، تمام. وفيها الليسر سياتيك نوتش اللي هي هاي، لانه الثاني هاي جريتر سياتيك نوتش. وفيها الاسكيل سباين بين الجريتر والليسر سياتيك نوتش. شايفين هاي الجريتر تاعت الاليوم وهاي الليسر تاعت الاسكيوم، وهاي ايش؟ اللي هي الاسكيل سباين. وفي عندي هاي الفتحة اللي هي ايش؟ الاوبتوريتر فورامين، هي عباره عن اللارجست فورامين اوف ذا بودي، ما في فتحه اكبر منها في الجسم. لما نحكي عن السكال راح نحكي عن الفورامين ماجنا والفتحه اللي موجوده في منتصف الجمجمه. هاي هي اكبر فورامين في الجمجمه، لكن اكبر فورامين في الجسم مين هي؟ اللي هي الاوبتوريتر فورامين، موجود يعني الاسكيم بتساهم بجزء منها. بين هي بين الاسكيم والبيوبس تحت الاسيتابيلم، هاي الاسيتابيلم وهي ايش؟ هاي الحفره كامله هي الاسيتابيلم، وهاي الفتحه هي ايش؟ الاوبتوريتر فورامين. اللي بعدها اللي هو البيوبس. البيوبس مكون من بودي، هذا الجسم، وتو ريماي. ريمس يعني شيء هيك بروجكشن طالع، ففي لها تو ريماي على عكس الاسكيوم كان لها بودي وون ريماي، محسوبه ريماي وحده هاي. الاسكيال ريمس مع البيوبك ريمس، هذا اللي رجع لورا بيعمل لي ايش؟ اسكيو بيوبك ايش؟ ريمس، تمام، اسكيو بيوبك ريمس. من الميديال في عندي إشي بسميه البيوبيك كريست هون، وعلى اللاترال عندي إيش؟ البيوبيك توبيركل هون، تمام. فعندي ميديال ولاترال، وعندي البيوبيك أرتش، هذا اللي هي القوس اللي هون بين البيوبس اليمين والبيوبس الشمال، هذا اسمه البيوبيك أرتش. البيوبيك أرتش عند الفيميلز بيكون أوسع، ليش؟ عشان يفتح مجال للبيبي إنه يطلع أثناء عملية الولادة، فبيكون about 120 degrees اللي هي هاي المنطقة، تمام، هاي البيوبيك أرتش. اللي بعديها ايش هو؟
البلفيك بريم، البلفيك بريم هو عبارة عن هذا الحد اللي موجود هون، مكون من أركيوات لاين، أركيوات لاين هذا للإيليوم، تمام؟ والبكتينيال لاين اللي موجود هون هذا لمين؟ للبيوبس، تمام؟ فالأركيوات لاين هو عبارة عن خط هون، أيوه، وبس نوصل للبيوبس بصير اسمه إيش؟ بكتينيال لاين. هذا مع الجهة الثانية بيعمل لي زي الدائرة، الدائرة هاي من فوقيها بسميه ايش؟ المنطقة اللي فوقيها بسميها فولس بلفس او جريتر بلفس، يعني مش هو هذا البلفس الحقيقي، تمام؟ البلفس الحقيقي وين موجود؟ تحت البلفيك بريم، تمام؟ اللي هو بيكون بهذا الفراغ اللي موجود تحت البلفيك بريم من الداخل. الترو بلفس او الليسر بلفس موجود في البلدر، موجود في الانترنال برودكتيف اورجنز، موجود في الفاينل بارتس اوف ذا ايش؟ اوف ذا كولون، نهايات الكولون، تمام؟ بعد ما حكينا عن الهيب بونز بدنا نحكي عن ايش؟ عن الفيمر. الفيمر هي اكبر واطول واضخم واثقل وكل شيء، يعني اكبر عظم في الجسم واضخم وحده، تمام؟ الشاف تبعها ما بيكون مستقيم، لوين بيروح؟ بيروح ميديالي، تمام؟ بدنا نرجع هيك، شوفوا هذا هاي البون ما بتكون هيك نازله لتحت، لا بتكون فايته ميديالي لجوا، تمام؟ والني بيكون closer to the midline than the hip، يعني بالخلاصة ليش بيضل يطلع لها؟ الخلاصة انه بتكون شايفين هذا الميدلاين هون مين اقرب؟ الني اقرب من الهيب، تمام؟ الني لانها فايتة ميديالي هيك فبتلاقيها اقرب. وهاي الزاوية بسميها الانجل اوف كونفيرجن، الزاوية تاعت التغير يعني. فيها هيد وفوفيا كابيتس ونك، الهيد مفصول عن النك وبيكون شكله اكثر من نصف دائرة لانه الهيومرس بيكون الهيد تبعها اقل من نصف دائره، تمام؟ فالفيمر بيكون زي هيك اكثر من نص، اما الهيومرس بيكون ايش؟ اصغر من النص دائره. بيكون مور ستيبل اند ليس موبايل، يعني بيكون ثابت اكثر وقليل الحركه مقارنه بمفصل الكتف، فبيكون ديكريز ديسلوكيشن مقارنه بالهيومرال هيد، يعني ما بيصير له خلع قد الهيومرال هيد. عنده جريتر وليسر تروكانترز لارتباط الثاي والبوتوك ماسلز اللي هم عضلات الفخذ والورك، وبيناتهم خط بسميه انتر تروكانتريك لاين، وفي عندي كريست بيناتهم بسميهم انتر تروكانتريك كريست. شوفوا هنا هاي الجريتر تروكانتر وهي الليسر تروكانتر، من البوستيرير بلاقي الانتر تروكانتريك كريست، تمام؟ هون بقدر اشوفه على السطح الخلفي اللي هون بالبنفسجي، وايش كمان عندي؟ الانتر تروكانتريك لاين هيو هذا من الامام، تمام؟ طيب posteriorly عندي الجلوتيال تيبروسيتي واللينيا اسبيرا، بتكون ايش؟ لارتباط الثاي ماسلز، تمام؟ يعني بدها نطلعها هيك. فهذا هون البنفسجي هو الجلوتيال تيبروسيتي، وهذا ايش؟ اللي هو اللينيا اسبيرا، تمام؟ طيب في نهايه الديستال اند عندي ميديال لاترال كوندايل زي الهيومرس وابيكوندايلز. في الدكتور توبيركل اللي هي بتكون فوق الميديال ابيكوندايل، يعني صار عندي ميديال كوندايل ولاترال كوندايل، ميديال ابيكوندايل لاترال ابيكوندايل، وفوق الميديال ابيكوندايل شو عندي؟ الدكتور توبيركل، هاي بترتبط عليها عضله بسميها الدكتور ماجنس. بين التو كوندايلز عندي انتر كوندايلر فوسا، شوف كيف هاي الفتحه اللي بيناتهم او الحفره بسميها انتر كوندايلر فوسا، وعندي الباتيلر سيرفيس انتيريرلي، تمام؟ هذا الباتيلر سيرفيس المكان اللي بترتبط عليها ايش؟ الباتيلا، تمام؟ فهون الفيمر إلها كارتيلج عشان ترتبط مع الباتيلا، تمام؟ شو هي الباتيلا؟ هي العظم اللي على شكل مثلث بتكون أمام الني جوينت عشان تحميه شوي. هي زي ما انتم شايفين هاي الخضرة هي الباتيلا، بتكون أمام الني جوينت للحماية. هي اللارجست سيسامويد بون، موجودة في الكوادريسبس فيمورس تندون. شو وظيفتها؟ انها تزيد الليفرج والمينتين بوزيشن اوف تندون وبروتكتنج ذا ني، يعني انها تحافظ على مكان الني وتحميها وتزيد من قوة التندون اللي هي موجودة فيه الكوادريسبس فيمورس تندون. مكونة من بيس موجود بروكسيمالي هون، يعني رأس المثلث بيكون وين؟ ديستالي. البوستيريور سيرفيس تبعها في تو ارتكيولار فيسيتس ارتكيوليت وذ فيمورال كوندايل، الجزء الخلفي هون في هاي تو ارتكيولار سيرفيسز هذا وهذا، تمام؟ عشان ايش؟ عشان يرتبط مع الفيمورال كوندايلز. في عندي باتيلر ليجمنت اللي هو بيرتبط بين الابكس والتيبيال تيبيروسيتي، هاي هون بيكون في عندي ليجمنت ممتد من الباتيلا. يلا وينه؟ بطل يطلع، بجوز مع المسكلر بطلع، ايوه هذا
تمام، هذا الباتيلر ليجمنت بنسميه من الابكس يعني من تحت مش من البيس. وعندي باتيلو فيمورال جوينت اللي هو بارت اوف ذا ني جوينت، هذا الجوينت اللي بين الباتيلا والفيمر هو جزء من الني جوينت. اخر صفحه هون راح نحكي فيها عن تكمله اللور لمب اللي هي التيبيا، او بعد يعني بعد الفيمر والباتيلا بتيجي عند التيبيا، تمام. هي اكبر يعني عظمه اكبر من الفيبيولا اللي راح نذكرها هسه، وهي موجوده ميديالي يعني زي عندي بالايد النا ميديالي والراديوس لاترالي، عندي بالقدم اللي هي التيبيا ميديالي والفيبيولا لاترالي. ذكروها فيبيولا لاترال ال مع ال من لاترال. هي الويت بيرنج او بيرنج بون اوف ذا ليج، لانه هي اللي بترتبط مع الفيمر، تمام. الفيبيولا ما لها ارتباط مع الفيمر فوق، فاي كل الوزن اللي جاي من الفيمر من الجسم كله بنزل على التيبيا، فاتس ذا ويت بيرنج بون اوف ذا ليج. وهي سكند لارجست بون، اكبر ثاني اكبر عظمه بعد مين؟ بعد الفيمر. مربوطه مع التيبيا بانتر اوسيوس ممبرين زي اللي بين الراديوس والالنا، لها ميديال ولاترال كوندايلز وبيناتهم انتر كوندايلر ايمينانس، تمام. شوفوا يعني كيف هي التيبيا من ورا، هي الكوندايلز تبعهم، هي الانتر كوندايلر ايش ايمينانس، تمام. بعدين الانفيرال سيرفيس اوف لاترال كوندايل، هنا هي اللاترال كوندايل، ايوه هي اللاترال، تمام. الانفيرال سيرفيس تبعها بيرتبط مع مين؟ مع الهيد اوف ذا فيبيولا هون. والتيبيال تيبروسيتي هي اتاتشمنت الباتيلر ليجمنت زي ما حكينا. الديستال اند فيها الميديال ماليولس والفيبيولر نوتش، هون شوفوا اخر شيء، هون عندي الميديال ماليولس وهون ايش الفيبيولر نوتش، المكان اللي بترتبط عليها انين الفيبيولا. وبتعمل لي ديستال تيبيو فيبيولر جوينت. بالنسبه للفيبيولا فهي سلندر سبلنت لايك بون، لانها هي هون ما بتشارك مع يعني هي مش ويت بيرنج، تمام. فهي جايه تثبيت يعني زي الجبيره اللي الواحد بيركبها على ايده، تمام. وسلايتلي اكسباندد ات بوث اندز، يعني ممتده في الجهتين من الفوق ومن تحت، ونون ويت بيرنج ما بتشارك في الني جوينت. البروكسيمال هيد تبعها مع الانفيرير سيرفيس اوف لاترال كوندايل اوف تيبيا، هي اللاترال كوندايل اوف تيبيا، هي الانفيرير سيرفيس تبعها بيرتبط مع البروكسيمال اند اوف فيبيولا، تمام. وبعمل لي بروكسيمال تيبيو فيبيولر جوينت. اما الديستال اند بيكون بعمل لي لاترال مليولس مع وذ فيبيولر نوتش اوف تيبيا، شوفوا كيف هاي الفيبيولر نوتش اوف تيبيا هون، وهاي اللاترال مليولس، هذول العظام البارزات بالمفصل الكاحل، هاي ميديال مليولس وهاي لاترال مليولس. لاترال بعمل لي اياها الفيبيولا، وهاي الارتباط اللي هون بين التيبيا والفيبيولا من تحت بسميه ديستال تيبيو فيبيولر جوينت. شو الارتكيوليشنز الموجوده في اللور لمب؟ عندي الني جوينت بين الفيمورال كوندايلز والتيبيال كوندايلز، زائد الباتيلا كمان، يعني الباتيلا بتشارك معي كمان بالني جوينت. وعندي الانكل جوينت، لانه التالس هاي العظمه اسمها تالس بترتبط مع التيبيا ومع جزء من الفيبيولا من هون. والميديال واللاترال ماليولاي بيحموا الانكل ات ايتش سايد، بحيث انه الفيبيولا هي بتثبت الجوينت، شوفوا كيف يعني هي بتمنع من انه العظمه تنخلع لما احرك اجري يمين او يسار او مع الحركه مع المشي، تمام. فالميديال ماليولس واللاترال ماليولس زي كانها ماسكه الانكل من الجهتين. وهنا نقطة كثير مهمة، انه هاي العظمة تبعت الكعب هون ما بتشارك في مفصل الكاحل، مفصل الكاحل له عظمة خاصة اسمها التالس ترتبط مع التيبيا، تمام، ومع الفيبيولا. اما الكالكانيوس هاي اللي من ورا ما بتعمل ايش؟ ما بتشارك في الانكل جوينت. بين التيبيا والفيبيولا عندي بروكسيمال تيبيو فيبيولر ليجمنت بيعمل لي الجوينت هذا، ديستال تيبيو فيبيولر ليجمنت بيعمل لي ديستال تيبيو فيبيولر جوينت، وعندي الانتر اوسيس ممبران اللي بيناتهم. اخر شيء عظام القدم، تارسلز ميتا تارسلز فالانجيز. كم تارسل عندي؟ 7 تارسل بونز اللي هم تالس كالكينيوس نافيكولر و3 يونيفورمز اللي هم بروكسيمال وانترميديت او ميديال وانترميديت ولاترال يونيفورم، وعندي الكيوبويد. فشوفوا العظمات، تالس كالكينيوس نافيكولر بون، وعندي هنا اربعه، هاي الميديال يونيفورم مع اول ميتا تارسل، ثاني كيونيفورم او الانترميديت مع ثاني ميتا تارسل، ثالث كيونيفورم مع ثالث ميتا تارسل، والكيوبويد بترتبط مع الرابعه والخامسه. فالكيوبويد هون زي كانها بتعوض محل ثنتين كيونيفورم، تمام. المفاصل اللي بين هاي العظمات بسميهن انتر تارسل جوينتس، يعني الجوينتس اللي بين التارسل بونز. والبونز اوف ذا فوت ار نورمالي ارشد، فهو بالوضع الطبيعي في عندي هذا التقوس، تمام. فاذا هذا التقوس انا خسرته بصير عندي شيء اسمه القدم المسطحه او الفلات فوت، تمام. ليش هذا التقوس؟ عشان اوزع وزن الجسم بافضل طريقه مثاليه.
هاي بالنسبة للترسل بونز. هون معلومة كثير مهمة إنه الكالكينيوس هي الريجولار بون، أما باقي العظام تبعت التارسلز شو بتكون؟ تصنيفها هي شورت بون، تمام؟ فهاي نقطة نكون فاهمينها. الجوينت اللي بين التالس والكالكينيوس بسميه سب تالر جوينت، يعني هاي التالس والكالكينيوس هون تحتيها هذا اسمه سب تالر شوي، وهي هاي التالس وهي الكالكينيوس بسميه سب تالر جوينت. طيب اللي بعديه اللي هو الميتا تارسلز. الميتا تارسلز هم خمسة وكلهم لونج بونز، ونبدأ العد من وين؟ من عند البيك تو، تمام؟ يعني من عند الإصبع الكبير، هاي الميتا تارسل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. مع الميتا تارسلز مع التارسلز هون بيعملوا تارسو ميتا تارسل جوينت، والميتا تارسلز مع الفلانجيز شو بيعملوا؟ ميتا تارسو فلنجيال جوينت، تمام؟ واخر شيء بالنسبه للفلانجيز نفس مبدا اصابع اليد. في هنا يعني هاي شوفوها عندي ثلاث فلانجيز بكل اصبع من الاصابع ما عدا مين؟ ما عدا الاصبع الكبير، في تو فلانجيز، وهذا بسميه بروكسيمال انترفلانجيال جوينت، وهذا بسميه ديستال انترفلانجيال جوينت. ما عدا بالبيك تو بيكون بس عندي انترفلانجيال، ما في بروكسيمال وديستال، تمام؟ وهون عشان نحفظهم في جمله بتجمعهم اللي هم تايجر كابس need milk، تمام؟ بس milk كيف تكون مكتوبة؟ بالسي. فتايجر كابس need milk يعني أطفال النمور بيحتاجوا للحليب، تمام؟ تايجر تالس، سي كابس سي يو بي اس تنكتب كابس اللي هم اللي هي الكالكينيوس، need من navicular، و three cuneiforms اللي هم medial intermediate ولاترال mill، والسي اللي بالآخر السي تاعت الكيبورد milk، فبصير تايجر كابس need milk، تمام؟ هيك بنكون خلصنا أول ثلاث محاضرات، إن شاء الله ما نكون طولنا عليكم فيهم، والله يعطيكم العافية يا رب.